ليس صاروخاً باليستياً ولا طائرة مقاتلة، إنها كاسحة الجليد، الإعصار الروسي، السلاح الأخطر في العالم، سلاح قادر على محو العالم في غضون ساعة. فما هي الغواصة الذرية الاستراتيجية التي تمتلكها موسكو؟ تايفون، سمك القرش الروسي، هي نوع من غواصات الصواريخ البالستية النووية. قامت البحرية السوفيتية بإنشائها في ثمانينيات القرن العشرين، وهي أقوى غواصات الأسطول الروسي، وتوجد في تشكيل الأسطول الروسي الحربية في الوقت الحاضر ثلاث غواصات نووية من هذا النوع. جحيم تحت الماء، صنعت فئة تايفون من هياكل ضغط متعددة، بينها خمسة هياكل داخلية تقع داخل هيكل علوي مكون من هيكلين رئيسيين متوازيين، وهي أوسع من أي غواصة أخرى بنيت على الإطلاق. تضم الغواصة 19 مقصورة، بينها وحدة معززة تضم غرفة التحكم الرئيسية، بالإضافة إلى حجرة المعدات الإلكترونية فوق الهياكل الرئيسية وخلف أنابيب إطلاق الصواريخ. تعتبر تايفون امتداداً للغواصات الروسية من طراز أكولا أو القرش، ويصل طولها إلى 184 مترا وعرضها إلى 30 مترا، وهي من طراز كي 139 بليغورو. صممت لحمل أكثر من 20 صاروخاً باليستياً نووياً من طراز R-39، ويبلغ مدى الصاروخ 8300 كيلومتر، مزوداً بأكثر من 200 رأس نووية، كما أنها قادرة على اختراق أي منظومة دفاع صاروخية في العالم والرد عليها بسرعة فائقة. لها القدرة أيضاً على الإبحار تحت الثلوج والبقاء في البحر لمدة تصل إلى 180 يوماً. قلق في الإدارة الأمريكية تثيره الغواصة السوفيتية. تصل سرعة الغواصة إلى 50 كيلومترا في الساعة تحت الماء، وعلى السطح تبلغ 41 كيلومترا في الساعة، وتستطيع الغوص لأعماق تصل إلى 480 مترا، مزودة بمفاعلين نوويين مائيين يعطيانها قوة تبلغ حوالي 100,000 حصان. تعتمد الغواصة أيضاً على هوائيات طافية لاستقبال الرسائل اللاسلكية وبيانات تخصيص الأهداف وبيانات الملاحة بواسطة منظومة الأقمار الصناعية لتحديد الموقع. ويوفر النظام الصوتي الهيدروليكي الموجود في الغواصة تتبع 12 سفينة معادية مختلفة في آن واحد. إلى أي مدى ستصل روسيا بقدراتها النووية؟ وكيف سيكون شكل العالم إذا أطلق القرش الروسي أسنانه في وجه العالم؟